مساء الخير يا باشمهندسين، الشير ظاهر دلوقتي. طيب هنعرض لكم دلوقتي نبذة مختصرة كده عن أهم الشركات اللي بتمشي على طراز الكلاسيك. عندنا أول حاجة شركة لوكس انتيرير ديزاين، دي من الشركات الرائدة جدا في التصميم الداخلي بالنسبة للكلاسيك. ليه هي حققت النجاح ده؟ علشان واخدة الأصل بتاعها من الفنانين اللي كانوا رواد الكلاسيك أصلا. خدوا النسب بتاعتهم، الظهر بتاعهم، الأرجل بتاعتهم من الفنان روبرت آدم، من لويس الستاشر، لويس الخمستاشر، من كوين آن، من شبندل، من هبلوايت، كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا الكلاسيك صح. عندنا هنا مثلا الجزء بتاع الكرسي بتاع السفرة ده، الظهر بتاعه واخدينه من لويس الستاشر، واخدين نفس الشكل البيضاوي، واخدين شكل الأرجل نفس الشكل المخروطي بتاع الأرجل بتاعتهم، الترابيزة بتاعت السفرة واخدين الأرجل بتاعتها شبه الأرجل الملفوفة شوية بتاعت كوين آن. فهم بدأوا ياخدوا الأصل وبدأوا يجردوا منه الخطوط بتاعته ويدخلوها في الجزء المودرن بتاعه. عندنا بعد كده، طيب عندنا الشركة دي بتاعت فرنيتشر فرنش ستايل اسمها تايمليس اليجنس. دي برضو واخدة الجزء بتاع نفس الرواد بتاعت المدارس الكلاسيكية، بدأوا ياخدوا الخطوط بتاعتهم ويجردوها ويدخلوا فيها. عندنا بقى تالت شركة، ودي بصراحة يعني أحسنهم، كانت بتاخد الألوان بتاعت المودرن، لا اللي بعدها، أيوة الشركة دي مش بس خدت بقى الأساس الكلاسيك، لا بدأت تدخله في الجزء المودرن شوية، هتبان في الصورة اللي بعدها أكتر. بدأت تدخل الألوان بتاعت في اللون الأصفر وفي اللون أيوة دي أيوة هنا شركة فرناندا دي دخلت الألوان المودرن أكتر بكتير. هنا بدأت تبسط الألوان أكتر، بدأت تبسط الأساس أكتر. دايما الناس عندها مشكلة مع الكلاسيك إن هما دايما شايفين إن هو حاجة معقدة قوي، لا ده الإنسان ما يقدرش يعيش في مكان كله كلاسيك كده، لا بالعكس الشركات دي بدأت تبسط الموضوع ده، بدأت تبسطه من حتة الخطوط، من حتة الألوان، بدأت تدخل فيه الألوان المريحة اللي تبسط من الزخارف المعقدة بتاعة الكلاسيك. تمام، برضو في كذا كتالوج هينزل لكم، الناس الملتزمة معانا في الورشة هينزل لهم كتالوجات حلوة قوي هتوضح كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. دلوقتي احنا هنتكلم كمان على الإكسسوارات وعن الأبواب وعن الحاجات المهمة قوي في التصميم اللي بتدي لمسة فنية للتصميم مع باشمهندسة أسماء. باشمهندسين، فاكرين لما شرحنا الصورة دي والصور اللي زيها في الطرز المختلفة اللي احنا شرحناها أول محاضرة، وقلنا احنا أصلا ليه بندرس الطرز؟ احنا بندرس الطرز علشان ناخد منها ونضيف للي عندنا بالطريقة بتاعتنا وبالأسلوب بتاع كل فنان، تمام؟ وبتاع كل ديزاينر. احنا لما درسنا السمات المميزة لكل طراز، ودرسنا ايه العناصر بالظبط اللي لازم تتحقق في كل طراز علشان نحافظ على السمة بتاعته وما نبقاش خرجنا لحاجة تانية واحنا مش عارفين، ده بيجيبنا لحتة في الصور هنا. مثلا احنا خدنا الحلاية، خدنا البنوهات، خدنا الخامات الكواليتي بتاعتها عالية زي القطيفة او المخمل، خدنا العناصر اللامعة، خدنا الأرضيات الخشبية، خدنا مجموعة من الإكسسوارات اللي بتدل على الطراز اللي احنا عايزين نستخدمه من غير ما ناخد حاجة كوبي بيست، من غير ما ناخد حاجة زي ما هي بالظبط. زي قصر مثلا، هناخد الحيطة بتاعته ونحطها عندنا في البيت، مش هينفع، لا النسب هتنفع ولا الوظيفة هتنفع ولا أصلا الجمال اللي احنا شايفينه في مكان القصر اللي كان فيه الحيطة دي جينا حطيناه عندنا في البيت، لا مش هنحس إن في حاجة غلط، هنحس إن في حاجة مش ماشية مع بعضها. ده ليفل من الاقتباس. في ليفل تاني إن احنا بنبدأ نجرد وبنبدأ ناخد عناصر معينة من الطراز الأصلي نفسه، وبعدين احنا بقى بنوظفها بالطريقة بتاعتنا، إن احنا بنعمل حاجة جديدة لكن لازلنا محتفظين بالطبيعة وبالروح بتاع الطراز اللي احنا خدنا منه في الأول. يعني مثلا
احنا عندنا البانو ده، ان شاء الله يكون الماوس واضح. احنا عندنا البانو ده فيه قطع كتير او فيه اجزاء كتير. احنا عندنا الحلية اللي فوق، عندنا الجزء ده، عندنا الجزء ده لوحده، وعندنا شكل القطاع نفسه بتاع البانو. تمام. طيب احنا ممكن لما نفكك الحاجة للعناصر الأصلية بتاعتها ممكن نستفيد إيه؟ إحنا ممكن نستفيد مثلا إن إحنا بنعمل موتيفة بنفس الروح بنفس السمات ونستخدمها في تصميم بشكل مختلف. إزاي؟ زي كده إن إحنا خدنا بصتنا قعدنا خدنا حاجة معقدة وحاجة تقيلة قوي، كلاسيك تقيل قوي، وقعدنا نبسطها 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 لحد ما وصلنا في الآخر لموتيف أو ليونت، عرفنا إن إحنا نعمل منها شكل بين المودرن وبين الكلاسيك، وفي نفس الوقت عارفين ندمجه مع طرس تانية من غير ما يبان إن الدنيا زحمة، من غير ما يبان إن النسب بتاعتنا قلشت مننا، من غير ما يبان أي حاجة. تمام؟ أي حاجة سلبية. بالعكس، يعني هو المردود بتاعه على الديزاين إداله غنى وإداله جزء من التراث جميل جدا، وستيل احنا في المود بتاع المودرن من غير الزحمه. ما عايز اقفل كل ده. طيب هاي الحالة هذا يعتبر ميكسينج غير؟ تاني هذا يعتبر ميكسينج لو راح ينحسب على مثلا راح ينحسب على الكونتيبراري على المودرن، لما انت تدخلين هذا الباترن راح يصير ميكسينج ما بين الكلاسيك والمودرن لو ما هو ينحسب نفس احنا من الكونتيبراري. الاول لما بدأنا نشرح الطرز قلنا ان اصلا النيو كلاسيك هو ميكس بين الكلاسيك القديم الروماني واليوناني وبين المودرن الصريح جدا. احنا خدنا عناصر يونانية ورومانية بالتقل الكبير جدا بتاعها بالخامات بتاعتها، وبعدين خففناها بشكل يخلينا طلعنا منه الطراز النيو كلاسيك بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. النيو كلاسيك برضو هو خف عن قبل كده، يعني اول ما ظهر النيو كلاسيك كان برضو، يعني ممكن لو حد مش فاهم في التورز قوي يقول عليه كلاسيك، هو برضو فيه منه حاجات يعني موتيفات قوية، فيه منه الوان قوية جدا، انما المساحات اللي عندنا والمباني السكنية والمناطق السكنية عموما والمناطق اللي احنا عايشين فيها، الفراغات اللي احنا عايشين فيها ليها طابع معين لازم ان احنا نراعيه. ان اولا احنا مش عندنا المساحات ولا الارتفاعات اللي كانت موجودة قبل كده، دي حاجة. تاني حاجة ان الظروف الاقتصادية بتتحكم بشكل كبير جدا في الخامات اللي احنا هنشطب بيها، وان احنا هنوظفها في الديزاين بتاعنا. تالت حاجة ان المباني السكنية بطبيعتها، يعني احنا اصلا رتم الحياة بتاعنا بقى سريع، انا ما ينفعش كل حاجة عندي تبقى مليانة زخارف، كل حاجة عندي مليانة الوان قوية، انا لازم ان انا خدت حاجة من الطراز انا بحطه باللي يناسبني في الفراغ بتاعي. احنا هنقول ان احنا بنمزج بين الكلاسيك والمودرن، كده كده النيو كلاسيك هو مزج بين الكلاسيك والمودرن بس بدرجات، انا ممكن عندي الكلاسيك يغلب، ممكن عندي المودرن يغلب. وصلت الفكرة؟ السؤال كان كالتالي، دلوقتي احنا عندنا طرز وفي مسميات كتير، والتداخل الكبير بين الطرز خلى ان في لخبطة في المسميات، مظبوط؟ تمام. احنا اصلا عندنا كل مسمى فيه طرز ومرتبط بحقب تاريخية، وفي نفس الوقت بيختلف من مكان لمكان. يعني احنا الورشة بتاعتنا كلاسيك، احنا شرحنا نوع واحد من الكلاسيك؟ لا، احنا شرحنا ثلاثة دول بس الانواع اللي موجودة، برضو لا. لكن احنا مش بندرس تاريخ، احنا بندرس الحاجة اللي تخلينا نعرف نطلع شغل احسن في المكان اللي احنا عايشين فيه. فمالهوش أي داعي إن احنا نلخبط نفسنا بطرق كتير جدا، مالهوش أي داعي إن احنا نشغل نفسنا بمسميات مش هتفيدنا بحاجة ومش هتنعكس بشكل إيجابي على التصميم بتاعنا. بالعكس، ممكن لما حد يأوفر ثينك في الحوار يبقى مش فاهم أصلا المفروض هو يعمل إيه. احنا بنشرح الحاجة المناسبة للمكان اللي احنا عايشين فيه بشكلها الصح، اللي يخلينا ان احنا لما نيجي نقتبس منه نطلع تصميمات مودرن، لان هو ده السائد عندنا. ممكن يعني القاعده مبنى، يعني مش بنقيس على اللي يكسرها. احنا دلوقتي القاعده عندنا ان احنا بنعمل حاجات مودرن، مودرن بالمعنى المتعارف عليه، مش كونتمبرري، مش باوهاوس، مش اي مسمى تاني لحاجه احنا مش بنستخدمها. المستخدم عندنا هو نيو كلاسيك، كلاسيك في حالات صغيره جدا، وكلاسيك بالموتيفات بتاعت الكلاسيك مش بالمسميات.
فاحنا دلوقتي لما بنتكلم عن اقتباس احنا مش داخلين في دراسة تاريخ، احنا داخلين في دراسة تصميم بالأسس بتاعته بالسمات الصح بتاعته اللي تخلينا ان احنا نطلع working صح ونطلع تصميم اغنى وشكله مش كابي من نسخ تانية عشان احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. فمفيش داعي ان احنا نلخبط نفسنا بمسميات كتير، مفيش داعي ان احنا ندخل في تفاصيل لما نيجي نفكر في مردودها علينا مش هنلاقي ليها مردود، اي مردود ايجابي. تمام، دي الفكرة اللي انا كنت عايزة اوصلها، ان احنا نتعلم ازاي نحلل الحاجة اللي احنا بنشوفها. احنا بنعمل تغذية بصرية بس مجرد بنتفرج، التغذية البصرية مش اننا نتفرج، التغذية البصرية ان احنا نشوف صورة نحللها، نحلل العناصر بتاعتها، نحلل العلاقات بتاعتها علشان بعد كده الديزاينز بتاعتنا تكون اولا صح، تكون بتخدم الوظيفة، يكون شكلها حلو ومناسبة للمكان اللي احنا فيه، فلما نيجي نعمل ووركينج ما نلاقيش مشاكل في العلاقات رهيبة زي ما بنشوف في الديزاينز اللي مش مدروسة. كل الصور دي، هو عشان الوقت برضو مش هنعرض كل حاجة، كل الصور دي هنرفعها على لينك، او في الاخر الداتا دي كلها هتبقى معاك. فأتمنى الفكرة تكون وصلت، وانا هخرج من الشير دلوقتي عشان في باشمهندسين تانيين هيكملوا.